بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وعذرا للانقطاع وللخلل الفني الذي حصل في الاتصال، وخلينا أنا أستأنف اللايف من جديد بإذن الله تعالى. بداية يعني أنا بحب أذكركم بالاشتراك في القناة، وما تنسوا مشاهدة الحلقات والبرامج المجانية اللي أنا برفعها على قناة 10 مينت، وتابعوا السوشيال ميديا، وحاولوا دائما تتفاعلوا إخواني الأفاضل وتشاركوا الحلقات وتشاركوا البوستات وتنشروا العلم والمعرفة، لأنه إحنا وظيفتنا ورسالتنا في هذه الحياة إنه إحنا ننشر القيمة والمعرفة بين بعض، وإنه إحنا دائما نتعلم، لأنه إحنا مدرسة في الحياة. قديش بنتعلم ونستفيد من بعض، احنا يعني قديش احنا نسمو ونرتقي بانفسنا اخواني الافاضل، ونرتقي بذواتنا، لانه ذواتنا بحاجه الى التطوير والمعرفه، وبحاجه الى انه احنا ننميها دائما على الاستمرار. وخليني ابدا بحلقه هذا اللايف وهي التخطيط. وحكينا انه احنا في الحلقه الماضيه، في اللايف الماضي، شرحنا عن موضوع الخطه الأسبوعية، وقديش مهم جدا يكون لدينا خطة أسبوعية إخواني الأفاضل، تمام؟ وحكينا إنه من فوائدها إنه أنت بتنظم وقتك، بتنظم المهام، بتوفر عليك الوقت والجهد والعبء الملقى على كاهلك أخي الفاضل طيلة فترة الأسبوع. بتكون أيضا عارف أنت وين رايح، يعني الدايركشن أو الاتجاه اللي أنت ماضي فيه، بتكون عارف أنت وين رايح، إلى أين ومتى اوكي، وما هي طبيعة المهام اللي بدك تنفذها. يعني لو انت سألتني ما هي المهام اللي بدك تنفذها يوم الأربعاء القادم، بحكي لك هذه هي المهمة المحددة وموجودة، تمام؟ يبقى انت لما تكون عارف المهمة يوم الأربعاء القادم اللي انت بدك تنفذها، فهذا بيفرق معك أخي الكريم. يعني انت تخيل انت شخص، تمام، انت الآن يعني لو سألتك سؤال، شو المهام الرئيسية اللي انت كتبها اللي بدك تنفذها يوم الأربعاء القادم؟ ممكن تجاوب؟ إذا أنت وجدت إجابة لهذا السؤال، فأنت بالتالي يعني مخطط جيد، تمام؟ إذا اسأل نفسك هذا السؤال عشان نقيم أنفسنا إخواني الأفاضل. وخليني يعني الآن أستعرض معك يعني جدول بسيط، لأنه في بعض الناس وفي بعض الأشخاص راسلوني على القناة وراسلوني على السوشيال ميديا أنه كيف طيب أنا أضع هيك خطة بسيطة جدا، يعني سيمبل، يعني حاجة بسيطة أني أنا أتبعها، وبالتالي أنا أحرز تقدم على مستوى حياتي وعلى مستوى المجالات المختلفة. عشان هيك أنا جايب لك يوم معي هيك حاجة بسيطة على جهاز الكمبيوتر، بدنا نستعرضها سوا هذه الخطة، وخليك معي عشان نستعرضها ودقق. معلش حتصير شوية خربطة الآن أو خربشة، ولكن أنا بدي أحاول أفتح اللابتوب عشان إنه إحنا نستعرض هذه الخطة مع بعض إخواني الأفاضل، وإن شاء الله يعني الكل يستفيد من هذه الخطة. طيب خليني ابدا معكم اخواني الافاضل. زي ما انتم ملاحظين عندي هنا جدول من عمودين، فقط عمودين، اليوم والخطه الاسبوعيه، او ممكن هنا يعني انت تكتب المهام، يعني هنا في هذه الخانه تكتب شرطه هيك المهام الرئيسيه. زي ما انتم ملاحظين هنا الاربعاء اخواني الافاضل، الخميس، الجمعه، زي ما انتم ملاحظين الخميس طبعا في لون احمر ومهم وعاجل، هذا ايضا السبت مهم وعاجل ما في غنى عنه يعني، وهنا ايضا الاحد، شو انتم ملاحظين اجازه، في عندي يوم معرفي، يعني حلقات اللايف، كتابه السيناريو الخاص بها. زي ما انتم ملاحظين هذا بولد وبالاصفر انا ملونه، ليش؟ لانه هذا لا يمكن تجاوز، وهذا خط احمر، ما فيش امكانيه تاجيل لهذه المهمه، تمام؟ اذا هنا زي ما انتم ملاحظين خط احمر وهنا خط احمر، هذا ممكن تلعب فيه، تمام، او ممكن تعمل حاجة فيه، بس هنا يعني برضو طبيعة المهمة انها مهمة جدا، لانه انا ملونها باللون الاحمر زي ما انتم شايفين، تمام. اللون الاسود هذا ممكن انا ابدل فيه، يعني ممكن انا اغير واشيل واضع بعض المهام، تمام، يعني هذا متروك انه انا العب في هذه المهام، ابدلها وازودها واغيرها، ويكون يعني نوع من المرونة. طيب خليني هنا زي ما انتم ملاحظين، يعني زي ما انت ملاحظ الجدول عبارة عن خانتين، هنا المهام طبعا رئيسية، يعني اللي صار يعني مثلا الأربعاء عندك دوام في العمل، جولة، إرسال الغلاف، ذهاب للبيت،
كتابة الأحد طبعاً، الخميس عندي سيناريو للحلقة، شغل في الكتاب، دورات البلو أوشن اللايف زي ما أنتم ملاحظين. أيضاً الجمعة مثلاً مهم وعاجل، فش إمكاني أني أنا أستغنى عنه. يوم للعائلة زاد نزهة قصيرة معهم، مهم وعاجل تصوير ومونتاج الحلقة، نزهة مع الأهل وهكذا. يعني قديش أنت أخي الفاضل بيكون عندك تصنيف للمهام؟ طبعا لازم يعني تحرص انه يكون في عندك تصنيف للمهام ايضا، مثلا هاي زي ما انت شايفين مهم وغير عاجل، لكن اللي فوق جمعة وسبت مهم وعاجل. فعشان هيك لازم انت ايضا تعرف شو بالنسبة لك المهم وشو العاجل والغير عاجل، تمام، وتشتغل بناء عليه. اخي الكريم يعني انت ممكن تبدأ بهذا النظام، الجدول الصغير اللي فيه مهام رئيسية. انا يعني شخصيا بشتغل على هذا الجدول، تمام. يعني فيك إمكانية أنت أخي الفاضل تشتغل على هذا الجدول بشكل مبدئي، وبعد هيك لو أنت حبيت تفصل وحبيت يعني تطور نفسك بتقنيات ومنهجيات وتولز وإلى آخره، يعني ممكن أنت بعد هيك تبدأ يعني تتقدم أكثر وتذهب إلى برامج يعني مور ديتيلد، يعني يكون فيها مور ديتيلز تضع فيها تطبيقات، أيضا في برامج وتفر اللي أنت يعني النمط اللي بترتاح عليه فبتمشي عليه. ولكن بشكل رئيسي خليني احكي لك انه لازم يكون في خطة اصبعية باي شكل من الاشكال، سواء على ورق عادي، ممكن يعني في كشكول انت تخطط تكتب هذه الخطة، على كمبيوترك، على تطبيق، على اي شيء، على جهاز الجوال يعني، لكن لا تحرم نفسك من التخطيط. وخليني احكي يا جماعة انه من فوائد التخطيط ايش شو بيعمل، بيساهم انه اخي الكريم بطور من ذاتك. كيف بطور من ذاتك؟ لما انا اجي اقول لك يا فلان يا عبد ال اهلا وسهلا بك اخ عبد الله، لو انا بدي اروح مشوار يوم الاربعاء القادم، حقول لك شو عليك؟ حقول لك استنى بالله بدي اشوف الجدول تبعي. طب لو انا جيت عليك كيوس وقلت لك اليوم بدك تروح معي في مشوار، اقول لك لا والله يعني سوري اسف انه عندي تاسك معين انا ملتزم فيها. طب لو قلت لك الجمعه، تمام، راح تروح للجدول وتشوف شو عليك. فانت تجي تاخر نفسك، حتى اللي بيسالك هذا السؤال بياخذ فكره انه انت انسان متزن وملتزم وفي عندك مهام واولويات، وانه انت وقتك ثمين، يعني مش وقت اي كلام ما بتقضي في اي مهام، يعني عندك مهام معينه محدده انت ماشي ورا سيستم معين. هذا يا اخي الكريم بيعطيك نوع من تطوير نفسك، انه انت بتنظر نفسك نظره ارتقاء، نظره احترام، نظره رقي ونمو. ليش؟ لانه انت انسان يعني حريص على وقتك، حريص على يعني قضاء وقتك بما هو يعني مهم ومفيد، وبكون مخطط، مش ماشي انت وفق الظروف، وفق الاهواء، وفق فلان وعلان قال لك يلا روح تعال، واحد قال لك ما بدي يلا ما تروح وهكذا. اذا انت انسان مخطط، عندك مهام اولويات، عندك شيء عاجل وشيء مهم غير مهم، انت ماشي وفي عندك سيستم ماشي وراه، فبالتالي انت هيك بتحقق الاهداف المنوطه بك، تمام. وهذه اخواني الافاضل هي الخطه الاسبوعيه، طبعا مبنيه على خطه سابقه، طبعا من الخطه الرئيسيه الاكشن بلان الكبيره. يعني انا يعني ورجيتكم حاجه نموذجيه للخطه الاسبوعيه، لكن هذه ماخوذه من وين يا اخوان الكرام؟ من الخطه الاكشن بلان الكبيره اللي هي بتحتوي الاهداف، فهذه بتكون مستقاه من هذه الخطه. لانه انا قديش انا بكون ماشي وراء تحقيق اهدافي وقديش مستقي الخطه الاسبوعيه، الخطط الاسبوعيه والشهريه والربعيه من الخطه الكبيره للحياه، فهذا رائع جدا وممتاز جدا، وانت هيك بتمشي يعني حسب الاهداف اللي انت وضعتها في تحقيقها ان شاء الله تعالى. يعني هيك انا بتمنى منكم انه المثال هذا تطبقوه بشكل مبسط وما تغلب نفسك في التخطيط. يعني لو انت الليله جبت ورقه اخي الكريم، ورقه عاديه وقلم، وحاولت انه انت تضع تبدا يعني ابدا اخي الكريم، يعني خير يعني خير الانشطه وخير انه انت تبدا بالاعمال، انه انت تقطع التسويف عن نفسك، انه تبدا الان، ابدا الان، ابدا الان. يعني دائما هذا خلي شعار في حياتك، يعني ابدا بالفعل الان الان الان. سمعت انت ذا باور اوف ناو، يعني قديش قوه الان مؤثر. يعني ما تاجل العمل، ما تسوف الان، بعد الفيديو، بعد ما تشاهد هذا الفيديو الخاص
فورا جيب ورقة وقلم واعمل خطة أي كلام يا خلف، مش مشكلة، حتتعلم يعني، حتمشي في الطريق وحتتعلم، وحتصير أكثر تنظيما وأكثر التزاما، وحتحس بالفرق الكبير. لكن ابدأ اعمل حاجة الآن، ما تشاهد الفيديو، ما تعمل لايك. للأسف يعني كتير بيشاهدوا الفيديو بيعملوا لايك، لكن للأسف يعني ما بيطبقوا شيء. القوة في التطبيق إخواني الكرام، المعرفة قوة وتطبيقها سلطة. إذا عليك أن تطبق ما تسمع، وإلا لن تستفيد وحتضلك زي ما أنت. تمام إخواني الفاضل، هيك أنا بنهي اللايف الخاص بي لهذا اليوم. بتمنى إنه هذا اللايف أفادكم إن شاء الله تعالى، وتكونوا استفدتوا من هذا اللايف في كيفية وضع خطة بسيطة جدا وعملية. بتمنى يعني ما تبخلوا علي بالمشاركة، بالتعليق، بالاشتراك في قناتي، بمشاهدة الحلقات، وشاركوها دائما لأصدقائك والأحباب لنشر القيمة والمعرفة والعلم، لأنه هو خير رسالة إحنا ممكن ننشرها بين الناس. طبعا واللي حابب ينضم إلى البرنامج الفردي الإرشادي والتوجيهي لتطوير الذات، طبعا في برنامج لنا طور ذاتك، كذا برنامج طبعا فردي، حاجده في طبعا وصف الفيديو الخاص بي على قناة 10 minutes. أنا برحب بأي مداخلات، بأي تساؤلات، بأي أفكار، وأشوفكم على خير إن شاء الله. بين حديث ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتظر تعليقاتكم واستفساراتكم على الواتس أب، مجموعة أو جروب واتس أب الخاص بالإجابة على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.